السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ ان شاء الله في فيديو النهارده هنبدا شابتر جديد، شابتر بعنوان Introduction to Data Management and Data Warehouse. الشابتر ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن داتا مانجمنت، هنتكلم على اللايف سايكل، هنتكلم ازاي تبني برودكت، ازاي تعرف البروسيس اللي انت شغال فيها صح ولا لا. بعد كده هنتكلم عن داتا هاوس، وهنتكلم عن الفروقات بينهم. ان شاء الله يبقى شابتر كويس جدا، وهو بيزك لكل اي حد شغال في الداتا فيلد. اوكي، الاوبجكتيف بتاعتنا في الشابتر ده هو ان احنا اول حاجه نبقى عارفين الداتا لايف سايكل كويس جدا. النقطه الثانيه ان احنا نعرف داتا ابستراكشن، ايه هي الداتا ابستراكشن وايه هي الداتا لايرز، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا مفهمينه، عشان عندنا مشكله نعرف نحل المشكله منين. عشان احيانا بيبقى في ناس حاطه دماغها في مثلا لو حصل مشكله مثلا في البرفورمانس، تلاقيهم لا عايزين نروح مثلا اتجاه ان احنا نغير داتا بيز، لا نشيل داتا بيز، نصلح الموديل. كل الكلام ده هنناقشه في الشابتر ده. هنتكلم عن داتا وهاوس، وهنعرف ليه احنا محتاجين داتا وهاوس. هنتكلم على التايبس اوف داتا وهاوس. بعد كده هنتكلم على الفرق، على اليوز كيس فور داتا وهاوس، وايه الفرق ما بين داتا وهاوس والاوبريشنال دي بي. كان نتكلم عن داتا انكودنج والفورماتس على الداتا. كان نتكلم على التشنجز اللي بتواجه اي حد بيبني داتا وهاوس. بعد كده نتكلم على الداتا موديلنج والديزاين بتاعها، وهيبقى عندنا 3 نقط في الحته دي عايزين نقولهم. احنا هنتكلم عن داتا موديل ان جنرال، هناخد اكزامبل اوف داتا موديل وهنتكلم عنه بالتفصيل، بعد كده هندي اكزامبل اكتر هتبقى في الابندكس بتاع الشابتر ده. هتلاقوا الابندكس موجوده تحت اللينك لما هنتكلم عن داتا موديلنج في تحت الفيديو في اللينكات. اوكي، طيب هنبدا اول سيكشن بنتكلم عن داتا مانجمنت. اول حاجه في الداتا مانجمنت هنا هنتكلم الداتا دلوقتي بقت هي البرودكت. في ناس بتقول الداتا هي نيو اويل، يعني الداتا بقت هي ريسورس للشركات. الشركه اللي عندها داتا هي عندها كنز. الشركات داتا كلها بتجري بتعمل برودكت ببلاش بس عشان تجمع داتا لليوزرز، فدي بقت قيمه الداتا. طيب ايه هي الداتا لايف سايكل؟ احنا بنتكلم سمبليفايد في تفاصيل اكتر نتكلم بعدين، بس خلينا ناخد بشكل ان جنرال ايه هي الداتا لايف سايكل. اول حاجه عندنا question او idea او service. دايما واحد جاله فكره دلوقتي او سؤال، مثلا خلينا ناخد example، مثلا في حكومه شافت ان في ناس بيجي لها مرض معين من منطقه معينه، يعني كل الناس الساكنه نفترض عندنا في مصر محافظه القاهره مثلا في منطقه مدينه نصر مثلا بيجي لهم مرض معين، ربنا يعافي الناس. فاحنا دلوقتي لو عندنا الحكومه بتناقش الموضوع هتعمل ايه؟ هتروح مثلا جايبه الداتا بتاعت الناس دي المنطقه، تبدا في سؤال احنا عايزين نجاوب على السؤال ده. طيب لما يبقى عندنا سؤال ايه الحاجه اللي بنبدا نعملها بعد كده؟ نبدا نشوف السورس سيستم بتاعتنا، الايدنتيفاي سورس سيستم بتاعتنا. ايه هي السورس سيستم؟ ما هو نفترض مثلا نروح عند الهيلث كير سيستم بتاع الدوله، نشوف الداتا دي، هنبدا نشوف مثلا الداتا بتاعت الاحوال الشخصيه، نشوف اعمارهم، نشوف الجندر بتاعهم، نشوف شويه تفاصيل عن الاولاد، نشوف المدارس. فنبدا نحلل، نشوف كده عملنا ايدنتيفيكيشن للسورس سيستم عايزين نشتغل عليها. ماشي، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هي الدوكيومنتيشن. احيانا في ناس لما بنقول ان احنا عندنا دوكيومنتيشن از ا بارت من لايف سايكل بتستغرب. كل حاجه بدايه من بدايه المشروع لاخر المشروع تكون دوكيومنتد. لازم، ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا داتا بروجكت وتبقى مش دوكيومنتد. يعني مثلا نفترض انا عندي تفاصيل علاقه بالداتا، عندي تفاصيل علاقه بالسكيورتي بتاع الداتا، عندي كونسيرن على الكواليتي، محتاج الكواليتي لها شكل معين، محتاجين يبقى عندنا اكسس بشكل معين، كل الكلام ده دوكيومنتد. حتى في ناس كمان بتقول ان الكوميونيكيشن اللي بتحصل ما بين تو تيمز او ما بين مثلا التيم بتاع الداتا مانجمنت واذر تيمز از دوكيومنتد. يعني انا مثلا بقول لواحد، نفترض يعني ان احنا عايزين مثلا يبقى عندنا سايكل مثلا معينه، وعايزين ناخد اكسس على داتا معينه، قال لك لا لازم تاخد اكسس بشكل معين، الكلام ده لازم دوكيومنتد. اوكي، النقطه الثالثه هي الاوتوميشن بروسس بتاعتنا، ازاي احنا اوتوميت البروسس بتاعتنا. طبعا في ناس بتبقى مستغربه ليه نبدا الديف اوبس سايكل من هنا، الديف اوبس يبقى اخر حاجه. لا، في البروسس المظبوطه في ناس كمان بتخلي الديف اوبس دي قبل حتى بدايه المشروع، نبدا يعني نحطها مع بعض. بس لنفترض بشكل ما هنشوف ليه، هنقول وجهات نظر بعدين، بس بشكل ما هنقول ان في ديف اوبس سايكل وهي مكانها هي بعد نبدا الدوكيومنتيشن. ديف اوبس سايكل هي معناها ايه؟ دلوقتي انا هعمل ديفلوبمنت مثلا، نبدا نختار يا جماعه التولز بتاعتنا ايه. نفترض نستخدم جيت هاب مثلا، طيب ايه البيلد تول بتاعتنا مثلا هنستخدمها، طب ايه الاوتوميشن بتاعتنا، مثلا نستخدم جينكنز، هنستخدم نيكسز، كل التولز دي. ماشي، خلاص احنا اتفقنا التولز بتاعتنا عامله ازاي، الديفلوبر من اول ما هيبوش الكود لغايه ما يطلع برودكشن هيبقى عامله ازاي.
هنمونيتور الداتا ازاي، هنمونيتور الجوبس ازاي، كل الكلام ده بنتفق عليه من الاول. احنا مش بنبدا المشروع بعد كده واحنا قاعدين يا جماعه طب الكود حد عمل بوش الكود هنبلد ازاي، طب هنأوتوميت ازاي، هنطلع كل سايكل تقعد قد ايه. اوكي طيب دي النقطه الثانيه الاركتكشر، برضو دي من ضمن الحاجات. في ناس بتقول ان الداتا اركتكشر بيبقى جوين مع اول خطوه في المشروع، بس احنا بنتكلم ان نفترض ان خلاص عرفنا ايه هو السورس سيستم، عرفنا السؤال ايه، نبدا نجوين داتا اركتكشر تيم. في بعض الشركات عندهم داتا اركتكشر تيم سيبريتد، ناس عندها اسمه داتا موديلنج، ناس بسميه ديماند تيم، وايفر. في الجزء ده احنا هنتفق ان احنا عندنا تيم مسؤول عن داتا اركتكشر، هو بيحط الموديلنج، بيحط الرولز بتاعت الداتا بروسيسنج. اوكي طيب التيم ده خلاص حط الرولز وحط العمل مانجمنت، حط الاكستراكشن اتعمل ازاي، هنحط ده في الاوتبوت عامل ازاي. نبدا بقى التيم اللي هينفذ الكلام ده. التيم اللي هينفذ الكلام ده هو تيم اللي بيسموه الاي تي ال تيم او الداتا مانجمنت تيم، اللي هو هنا التيم ده بيعمل ايه، بيشتغل اكستراكشن ترانسفورميشن واللودنج، اللي هو في الاخر اختصار لاي تي ال. طيب الاكستراكشن هي بنشوف الداتا فين، التيم مسؤول سواء التيم ده في dedicated extraction team او هو part من التيم، يعني ممكن واحد من التيم ما يعمل extraction ما يعمل transformation ما يعمل loading، او هو بيعمل كل حاجة على حسب حجم التيم وحجم المشروع، بس هو بياخد الداتا مثلا من source يوديها لمكان معين، دي كده extraction process. طب transformation بنعد شوية حاجات في الداتا، بنعمل cleansing للداتا، دي transformation part. loading هي نحطها في التارجت. اوكي طيب هنا وصلنا للloading. طب بعد كده هنا في بقى بي اي لاير، دلوقتي عندنا داتا كليند وسورسد عندنا في الداتا هاوس او في الداتا بيز ايا كان، دلوقتي بقى عندنا بي اي لاير. البي اي لاير دي هي اللي بناخد، نبدا بقى نعمل ريبورتنج، نبدا نانلايز الداتا. وحته داتا ديسكفري دي هي حاططها ان جنرال كده لان هي ممكن تكون ماشين ليرنينج، يعني ممكن بعد ما الداتا جات لي بعمل ماشين ليرنينج على داتا، بعمل بي اي بزنس انتجن ريبورتس، بعمل مثلا داشبورد، مثلا نفترض جي اس داشبورد، كل ده بيزد على اللاير اللي فاتت اللي هي الاي تي ال اللي بعد الاي تي ال. طيب انا هحط كده كونتينوس بروس لان في الاخر كل يوم يطلع لي فكره جديده بعد ما الداتا بقت عندي، يعني صار عندي الداتا مثلا بتاعت هيلث كير، ثاني يوم هبدا بقى كل شويه افكر افكار جديده تطلع لي، البيزنس يبقى يجي لي نيو ريكويرمنت. مش شرط كل ما هبدا السايكل ان تو اند، بس احيانا لما بكلم على الفول سايكل هتنجيش كل البادرز، ممكن يبقى السايكل ده بس محتاجه ان يبقى نروح لاي تي ال مثلا تيم يعمل حاجه جديده، او يبقى بس هي بي اي بس ريبورتنج بس بتتم مع الداتا على حسب حجم الريكوايرمنت. اوكي طيب بعد كده الانتجريشن وببلشنج. طب في سؤال هنا، طب احنا ليه نخطط للانتجريشن وببلشنج للمشروع بتاعنا من الاول؟ يعني اعتقد ده مش مهم، يعني ليه بقى عندنا حاجه زي كده؟ في ناس بتعمل بروجكت وتعمل برودكت كويس جدا، بعد كده تبدا تكتشف ان هو مش عارف انتجريت مع اذر تيم، الناس مش عارف تستفاد منه. يعني نفترض حد مثلا شغال ب داتابيز اكس، او هو عنده الداتا ليك بتاعته نفترض على الاس 3، وهو عايز بعد كده ياخد الداتا دي يبعتها لابلكيشن او عند ثيرد بارتي شغال باي بي ايز، فهو مفكرش يبني اي بي اي الناس تاكسس اللاير دي عشان تبعت الداتا، او لما جه الناس تبني بقى اللاير بتاعته اكتشف ان هو ده ما عندوش اي بي اي جاهزه، طب الناس هتاكسس ازاي، طب الاوثنتيكيشن الاوثرايزيشن، طب الكوتا مانجمنت، كل الكلام ده كانش في دماغه. هتقول لي طب انا محتاج افكر، تفكر في الحته دي تحطها في الكونسيرن، انا هيبقى في الاخر عندي انتجريشن او ببلشنج للداتا بتاعتي هتبقى عامله ازاي، هببلش ازاي. النقطه مهمه جدا الداتا ريتينشن والاركايفنج. في ناس دايما بتبقى وهي بتبني بروسيس، يعني انا مثلا واحنا بنبني المشروع بتاعنا احيانا بيبقى الناس مش عارفه ايه هي الداتا ريتينشن او الاركايفنج بتاعنا. فعلى سبيل المثال انت مثلا بدات مشروع وجيت المشروع ده هوت، وانت بعد شغلت سنه ولا حاجه شفت ان الداتا بيس بقى عندي اتملت وبقى عندي مشكله، هوب تعالى نديليت. ليه؟ لان انت ما عندكش مانجمنت اصلا. لذلك انت يعني انا مثلا نفترض مشاكل كتير اللي شغالين فيها بنعمل ايه؟ انا من اول مشروع بنحدد السورس سيستم، نقول السورس سيستم ده الريتنشن بتاع الداتا اكس مثلا داتا دي في السورس فايل نفسها، الريتنشن بتاعها نفترض 6 شهور 3 شهور على حسب حجم الداتا والكباستي، بس في سكريبتات جاهزه اوتوماتيك، انا مش محتاج ان انا لما الداتا تملي واوصل بقى لموضوع الكارثه ابدا احط الكلام ده. هي دي مشكله، ان في ناس انا بصراحه شفت ناس وشفتها قصاد عيني ناس ما بتفكرش في الاركايفنج او في الريتنشن الا لما يحصل مشكله. حاجه كمان هنتكلم على يعني في ضمن حاجات مهمه هي الهوت والكولد ستورج، واحنا عاملين لها فيديو لوحده، بس برضو انا حته اركايفنج هنا ممكن يبقى عندنا داتا بس احنا مش بنعملها كويس كتير، فممكن نعملها سيفنج او ستور في مثلا لو كوست داتابيس او لو كوست ستورج. بعد كده عندنا داتا بس كتير هي الهوت، فممكن احطها مثلا في النورمال داتابيس بتاعتنا،
الحته دي نكمل بعدين، بس انت تكون عارف من اول المشروع ايه الريتنشن بوليسي والاركايفنج بروسيس بتاعت الداتا دي. نيجي بقى للسايكل، احنا هنا رسمناها إيه من اول هنا الايديا، بقى احنا الايدنتيفاي التو سيستم، بعد كده رحنا للدوكيومنتيشن بتاع البروجكت، بعد كده رحنا الديف اوب سايكل او الاوتوميشن سايكل، بعد كده الاركتكشر، بنينا الاي تي ال، خلصنا البي اي، فكرنا في انتجريشن او البابليشنج، بعد كده الاركايفنج بروسيس. انت وانت بتفكر دايما حاطط الصوره دي كده، يعني نفترض انت طبعت السلايد دي حطها صوتك في الشركه، ما اجي افكر في اي مشروع دي السلايد في وشي. السلايد دي فعليا لو انت ميست بوينت او تو بوينتس منها انت ممكن تبقى عندك مشاكل بعدين. نفترض طلعت وانت فكرتش في ريتنشن، فكرتش مثلا في الاركتكشر مثلا، وانت بتسكيب وبتبني وخلاص، هي هيطلع لك مشاكل قدام، هنناقش المشاكل. بس احنا حاليا بنقول ايه الايديا بروسيس. احنا في الفيديو ده، احنا كده خلصنا الفيديو ده، احنا اتكلمنا عن الشابتر انتدكشن للشابتر، قلنا ايه الاوبجكتيف بتاعنا للشابتر، اتكلمنا على الداتا مانجمنت لايف سايكل، شرحنا كل بارت لايف سايكل عامل ازاي، احنا شرحنا بشكل مختصر. بس احنا بعدين هنخش في بارت من دول وهنتكلم ازاي نعملها، وهنشوف لو في تولز اوتوميتد ولو في ناس تعمل كاستم سوليوشن، كل الكلام ده هنتناقش عليه بعدين. اسيبكم دلوقتي وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الداتا ابستراكشن ليا. اشوفكم بخير وشكرا، سلام عليكم.